السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أحداث 11 سبتمبر تم منع الجمعيات الخيرية الإسلامية من تحويل أي أموال إلى خارج الدول العربية، وده كان مصدر رئيسي في تمويل الأنشطة الإسلامية والدعوية في العالم كله، بل وتم إغلاق بعض هذه المنظمات بدعوى مكافحة الإرهاب. في هذا الوقت أنا كنت مدير لإحدى المنظمات الإسلامية في أمريكا الشمالية والوسطى، وكنا نعمل بميزانيات كبيرة جداً. يعني بعد مرور شهر واحد من أحداث 11 سبتمبر طبعاً 1.25 مليون مطبوعة عن الإسلام وزعت كلها مجاناً على غير المسلمين اللي عاوزين يتعرفوا على الإسلام. لذلك منع التمويل عننا كان معناه توقف هذا العمل، فقررت أن أنا أتوجه لنفس المراكز الإسلامية اللي كانت بتستفيد مننا على مدار 10 سنوات وأطلب منهم الإذن في مخاطبة الجمهور بتاعهم وأجمع التبرعات بحيث أن نشاطنا يستمر ولا يتوقف. وبفضل الله استطعنا ندبر نفسنا ونوفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار نشاطنا في هذا الوقت الصعب جدا على جميع المؤسسات الإسلامية. لكني فكرت في المؤسسات الإسلامية في بلاد أخرى فقيرة وقد لا تستطيع جمع تبرعات تبقيها مفتوحة زي ما احنا عملنا، فاتصلت بالمركز الرئيسي لإحدى هذه الجمعيات الخيرية الدعوية الكبيرة واللي ليها 66 مكتب حول العالم، وقلت لهم احنا بفضل الله دبرنا نفسنا في أمريكا، لكن ايه الحال بقى في دول العالم التانية؟ قالوا عايز تعرف؟ طيب حط ورق كفاية في جهاز الفاكس بتاعك. طبعا زمان كان جهاز الفاكس هو الطريقة الأساسية في التواصل مش الإيميل يعني. المهم وصلني 77 صفحة كلها عبارة عن شكاوى واستغاثات من جميع أنحاء العالم. جلست لخصت 77 صفحة دول في جدول من 3-4 صفحات، جدول ملاجئ الأيتام التي أغلقت وعدد الأيتام اللي أصبحوا في الشارع وعنوان كل ملجأ وطريقة الاتصال به، جدول المدارس التي أغلقت وأسماءها وطريقة الاتصال بها أو عناوينها وعدد التلاميذ اللي أصبحوا في الشوارع، جدول بعدد وجبات الإفطار اللي كانت بتقدم للناس في رمضان للفقراء وتوقفت، ملايين الوجبات. أنا عايز أقول لكم إن في ناس بتاكل اللحم والدجاج والكلام ده في المواسم بس، في رمضان والعيد لما حد يوزعه عليهم مجانا، كل ده توقف. ثم بدأت أتصل بالمدارس والملاجئ دي معظمها في أفريقيا وأسيا، فردت علي مدرسة بنات في أفغانستان قالوا لي الوضع سيء للغاية منذ توقف وصول التبرعات، إحنا ما عرفناش نكمل، أغلقنا المدرسة لأننا مش عارفين ندفع الإيجار ولا مرتبات المدرسين. فطلبت يرسلوا لي خطابات لوزارة الخارجية الأمريكية. وصلني بالفعل خطابات من حوالي 14 بنت موجهة لكولين باول وزير الخارجية الأمريكية في الوقت ده. صور الخطابات دي بقى يعني هتشوفوها دلوقتي، خطابات بصراحة تقطع القلب. دير مستر باول، احنا رجعنا ما نتعلمش تاني زي أيام الطالبان، بس المرة دي بسبب الأمريكان. انتوا منعتم التبرعات اللي كانت بتغطي نفقات المدرسة ولم يكن بتدخل احد في مناهجنا. ما كانش حد بيتدخل في المناهج، طب ليه منعته؟ بعض البنات رسموا حمام ابيض واغصان زيتون على الخطابات، فاكرين بقى الكلام ده هيجيب نتيجة يعني. المهم وضعت هذه الخطابات مع ملخص المشاكل كلها في 3 صفحات وكتبت 3 خطابات، واحد موجه لجورج بوش رئيس امريكا، واحد موجه لكولين باول اللي هو وزير الخارجية في الوقت ده، والثالث موجه لجون سنو اللي هو وزير الخزانة. خلاص خلاصة خطابي ده هي ان لو دي طريقة صحيحة في مكافحة الارهاب خلاص يبقى تمام، بس لو دي مش طريقة صحيحة صدقوني دي ده صناعة الارهاب، لانك اذا اغلقت ملجأ الايتام والمدرسة ومنعت الوجبة اللي بيأكلها الطفل، طب انت فاكره هيصبح ايه؟ يعني رائد فضاء؟ سيصبح مجرم او ارهابي. هذه صناعة للارهاب يا ناس، انتوا بتصنعوا ارهابيين كده. بعد اسبوعين جالي رد من البيت الابيض ومن وزارة الخزانة، وكانت ردود وقحة جدا. انت بتتكلم في وادي وهم في وادي تاني خالص، انا بقولهم اللي بيحصل ده بيولد الارهاب مش بيكافحوا، وهم في ردهم سعداء جدا بهذه النتيجة لانها ستمنع وصول المال للارهابيين. ارهابيين ايه يعني؟ هذا كلام متخلف يعني. فانا سخنت، رحت كاتب خطاب لكوفي عنان اللي هو أمين عام الأمم المتحدة في الوقت ده، وخطاب آخر لرئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة وده كان سفير أسبانيا أيامها، بطالبهم بتدخل الأمم المتحدة لرفع المعاناة عن المظلومين نتيجة الإجراءات الخاطئة اللي بتتخذها أمريكا في مكافحة الإرهاب.
وطلعت على نيويورك وسلمت الخطابات ومعها صورة من الملف كله بس، وعينك ما تشوف إلا النور. باقي الحكاية أنا مضطر أتحفظ على التفاصيل، لأن التفاصيل بعد كده كتيرة وستضر بعض الناس موجودين لحد دلوقتي في مناصب معينة، لكن خلاصتها إنكم أنسوا إن يكون في حاجة اسمها حرية التعبير في أي دولة من هذه الدول التي تدعي ذلك. الخلاصة ما وصلت إليه من التعامل مع الحكام في عدة دول وليس فقط أمريكا الحقيقة، بعض كثير من الدول الغربية، هو أن كثير منها من الذين في الحكم فاسدون وأشرار لا يحبون الخير. بعدها بحوالي سنة أسست مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء في مصر طبعا. خلاص أنا تركت أمريكا، وأنتجنا فيلم عن حقيقة الإسلام، وزعنا منه مئات الألاف من الأسطوانات على السياسيين والصحفيين، أملاً في أننا لو كسبنا هاتين الفئتين سنستطيع تغيير الوضع ومكافحة الإسلاموفوبيا الموجودة عندهم. لكن بمتابعة الناس اللي بنرسل لهم الأسطوانات وجدنا أن معظم السياسيين والصحفيين لم يشاهد الأسطوانات دي أيضاً خالص، أصلاً لم يشاهدوها. العبرة أننا يعني العبرة من الموضوع ده ومن هذه الذكرى اللي بناخدها النهاردة هو أن التركيز على السياسيين والصحفيين مش هو مفتاح التغيير، يجب نستفيد من تجارب الآخرين. اليهود كانوا مضطهدين في الغرب أكتر مننا دلوقتي، ثم بعد ذلك كلنا عارفين كويس قوي تأثيرهم أصبح قوي إزاي. طب ما الذي فعلوه؟ اليهود لم يضيعوا وقتهم في تغيير الجيل الذي يكرههم، هم اشتغلوا على الأجيال القادمة، فعملوا في مجال التعليم، فأصبح كل طفل أمريكي عنده عدة مدرسين يهود يحمل لهم ذكرى طيبة حكوله عن معاناتهم أيام هتلر وكيف تخلى الغرب عنهم، وهذا التخلي من الغرب سبب مقتل الملايين منهم، بالتالي يتخرج ويبدأ حياته ويريد أن يفعل أي شيء لمساندتهم. فأصبحنا في دعوتنا في مؤسسة جسور للتعريف الإسلام نركز على المؤسسات التعليمية وعلى المدرسين. عملنا أفلام، الأفلام الثلاثة بتاعتنا حطناها في علبة واحدة مدتها 4 ساعات ونص، وبدأنا لسه بديين حملة اسمها Don't Hate Educate، لا تكره علم. كل مدرس في الغرب يوصله نسخة مجانية من أفلامنا الثلاثة دول، 4 ساعات ونص عن الإسلام. مين هيدفع ثمنها؟ أحد المسلمين. يبقى المسلم بدل ما يكره سيعلم هذا المدرس، والمدرس غير المسلم بدل ما يكره سيعلم الحقيقة عن الإسلام، وهكذا. ليه؟ لأن الجهل هو العدو الحقيقي، فالمفروض نحن نتعامل مع الجهل ونزيل جهل الناس حتى نزيل كراهتهم وكراهيتهم للإسلام، وربنا يفتح قلوبهم بعد كده بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله، نشوفكم بكرة في ذكرى وعبرة. خدنا سكك كتير.